عطلة طلب 3 أيام هذه. إيه وليني ما قلتيش لي أنت بغيتي. بغينا الثلاث الخميس والسبت. اختاريتي اليامات اللي كندربوا فيهم حنا. واعطينا الاثنين سي بوعلاء. الاثنين كندرب الجمعية النسوية النهار كله. متى كطيح الظلمة؟ واخا تعطينا الأربع والجمعة؟ الأربع والجمعة كنصبحوا. واش هاد التيران ما يستراحش؟ نبقاو نشدفوا عليه كاع السيمانة. شو شي يامات أخرى؟ ما بقى نهار. السيمانة راه هي هادي يا سي بوعلاء. هو هي السيمانة قصارتو. وكان فيها 10 أيام تكون مزيانة. ولكن أنا غنقول لهم في البرلمان يزيدونا يومين لا 3 أيام ولا حتى 4 أيام باش الحاج يبقى على خاطره.